الاحتفال بالحدث يرتدي طابعا دينيا يمتزج بطقوس تكريم أولئك الأطفال في مثل هذه الأجواء. تعيش كل فتاة تصوم أول مرة جزءا من حلمها في أن تلعب دور العروس. تتزين وترتدي لباس العروس وتلوح بيديها الصغيرتين، وقد نقش عليهما بالحناء تتويجا لمجهودها وتشجيعا لها على الاستمرار وتقبل فريضة الصوم. ويترتبط الحناء في التقاليد المغربية بنبات تزين به العروس ليلة زفافها، فإنها في العشر الأواخر من رمضان تعتبر تيمنا بصوم الأطفال للمرة الأولى وكناية على دخولهن العتبات الأولى للبلوغ. لدى الأسر المغربية لإحياء العديد من التقاليد والعادات والطقوس في أجواء ذات طابع روحي يميزها عن باقي بلدان شمال إفريقيا. باش يحتفلوا الدراري الصغار ويديروا ويلبسوا اللبسه ديالهم ويجيو يتصوروا وياخذوا هذيك الفرحه ديالهم، يكملوا الفرحه ديالهم ديال سيدنا رمضان. كيفطروا وكيخرجوا يتصوروا بحال هكا بالعودان بالعماريه، كندير لهم الحنه في يديهم ونقيش، ورمضان كريم عليكم. اللي هي الليصام، الليصام النهار كامل كنسرقوا ليه بيضه ونعطيوها ليه، والليصام نص النهار كنعطيو نص بيضه. ومن بعد ملي كنجيو من صلاه التراويح كنزينوهم ونلبسوهم الحولي ونديروا لهم هذا الشيء كيف شفتوا، وعاد كنبداو نقشوا ليهم. اللي بغيت تهز في العمارية كنهزو في العمارية، واللي بغيت تهز في الميدة كنهزو في الميدة، هكا باش نشجعوهم باش انهم يصوموا ليل 27 وليام الاخرى.